في السودان، قال شهود وصحفيون من رويترز أنهم سمعوا دوي غارات جوية ودفاعات مضادة للطائرات في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين، وأدى وقف إطلاق النار الحالي إلى تهدئة القتال من دون أن يتوقف تماما، ومن المقرر أن ينتهي بحلول منتصف الليل. ولا يزال العديد من الأجانب عالقين في السودان على الرغم من النزوح الجماعي على مدى الأيام القليلة الماضية في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء الجارية منذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.